لا بطبيعة الحال مشيت 2 نقاط، راهي 9 نقاط. انا نظلم الفريق في مقابلات ربحوا 9 نقاط، خلاتنا نخرجوا باش نزيدوا نشوفوا الوجه الحقيقي، خاصه انت هذا الشبان هذا ومن شوف لمستها بشويه. احنا الا نديروا العمل تاعنا الخدمه تاعنا، احنا نتمناو هذه الجماهير نستحقوهم في المومون ديفيسيل، دروك نستحقوا الجمهور تاعنا تاع الحراش والفريق اللي ما راهش مليح. ان شاء الله مستقبلا حيتحسن، والحراش ان شاء الله نتمناو تعاود ترجع المكانه تاعها الحقيقيه ان شاء الله. سي انا بور معي بنقول الفريق تاع الحراش يلعب الهبطه، نكملوا هكا ما نقولوش بلي وصلنا ما درنا والو. فيكتوار الحراش موافقه تربح 8-9 فيكتوار، حنا ان شاء الله نكملوا هكذا. وين اليوم كان لازم علينا نربحوا والحمد لله ربحنا افيك لاري لا مانيير، والحمد لله هكا باش نقدروا نافونسي وان شاء الله نزيدوا نجيبوا الماتش الجاي مع تيارت ان شاء الله. احنا هذه خساره مره ان شاء الله، احنا مازال 10 مقابلات ان شاء الله نخدموا فيها باش نولوا سلسله انتصارات اللي رانا في بعد 6 ماتش ولا ما انتصرناش. ان شاء الله ان شاء الله احنا نخدموا ان شاء الله باش نسلكوا هذا الفريق ان شاء الله.